اشتراك دي اس ال، اشتراك دي اس ال مدة 6 اشهر بسرعة 1 ميجا بايت. يلا مع حمود. حمود معاي. الورقة على اليمين. على اليمين ولا على اليسار؟ هذه على اليمين. هذه؟ ايه يلا اوكي. ايه لا هذه. ايه هذه اوكي. هذه ايه. يلا حطوا على الشحن، ما في شحن. خلي حطوا على الشحن. يفصل تليفونه. يلا قصر على صوت التلفزيون اول شيء. قصر على صوت التلفزيون واشحن تليفونك. يلا يلا يلا. احمد يلا. مسلسل. حلو. مسلسل. مسلسل مسلسل. كلمتين كلمتين. كلمة الاولى. لا كلمة الثانية. الثانية الثانية ثانية. حلاق يعني؟ قاعد يقصون. الجم سوق المقاصيص. سوق المقاصيص. الف مبروك. برافو عليك احمد ربحت ويانا سوق المقاصيص. طبعا فزت ويانا باشتراك دي اس ال لمده 6 اشهر 1 ميجا بايت قدم التلفزيون الشاهد. بعد طبعا مشاهدينا نحب نذكركم اللي حاب يشارك ويانا الارقام الموجوده على الشاشه ارسل الحرف الكاف او السي على الارقام الموجوده. زين 93312 الوطنيه 15 21 فيفا 50129 والاخوان واهلنا في المملكه العربيه السعوديه موبايلي 6305 اس تي سي 855246. الو هديل. الو هديل. الو شلونك؟ تمام. شو اخبارك؟ والله الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. جاهزه؟ بس اول شيء شنو تختارين؟ كم جائزه باقي عندنا؟ تليفون سيمنز وباقي عندنا اشتراك دي اس ال. لا عندنا تليفون سيمنز وعندنا اقامه لمده 3 ليالي فندق. ناخذ اقامه 3 ليالي. شلون؟ اقامه لمده 3 ليالي. يلا يلا جاهزه يا هديل؟ جاهزة. اختاري هاي كرت. هاي كرت. الثاني على اليمين. ثاني على اليمين. جاهزة هديل؟ ها عارفة قواعد اللعبة؟ ايه عرفتهم. يلا هديل صالح. هديل صالح. أغنية. جاهزة؟ يلا هديل. أغنية. ثلاث كلمات. الأولى. الأخيرة. خلاص. اوكي يلا الثانية الثانية. راح. راس. اوكي راسك. راسك راسك. ايه اول كلمة لا تحط، ثاني كلمة اللي قلتيها انتهى الوقت. راح الوقت عليك. بعد شنو؟ بعد ما خلص الوقت تستاهل. يلا ما عليك. يلا ما عليك هديل. وعليه اغنيه لا تحط راسك براسي. الفنان احمد حسين. هديل ربحت ويانا اقامه لمده 3 ليالي فندق. وباقي عندنا اخر جائزه موجوده. سيمنز تليفون. هيا سلطان صباح الخير. يا هيا. هلا والله صباح النور. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. جاهزه ويانا؟ اي جاهزه اكيد. أي يلا اختاري كرت من اللي عند حمود. يلا كم؟ اي واحد ما اسمع. ماتي. اوخر انا ولا جاسم؟ لا اليمني. اي اوكي يلا. ما ادري. يلا انا اختار لك.
يلا شيء سهل عاد. يلا اختار لسان. الله 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 الله. يلا يلا هذا حلو. يلا صعبة هذه، صعبة. مسرحية؟ اي مسرحية اول بعد التحرير على طول المسرحية هذه. كنا بعد التحرير على طول صح حمود؟ الأولى؟ الثانية؟ شايف العرب؟ خبيت راسي. يا العرب المبروك المبروك السمنج. هاي صعبة ما شاء الله، يعني المسرحية جدا جدا صعبة، ويعني ما شاء الله يعني مبروك مبروك. هذا الجهد هديل، وايد اخذتي جهد عشان تستاهلين تستاهلين هديل. مشكورين يعطيك العافية يا هديل. طبعا ذكركم مشاهدينا بسؤال حلقة اليوم، الصورة. الصورة الصورة اللي راح يكون عليها ان شاء الله باكر سحب على جهاز بلاك بيري، صورة فنان معروف، فنان كبير من الفنانين يعني خلينا نقول الاوائل اكيد، الفنان بخا عنده ولد واسم ولده. للمشاركة طبعا مشاهدينا حرف السين مسافة او كاف سي او كاف مسافة، اسم الفنان اللي رويشد عفوا اسف اسم الفنان. سؤال الحلقة، نشوف سؤال الحلقة. يلا داير، شنو اسم قصر الحكم بالكويت؟ القصر الأحمر، القصر نايف، قصر السيف، قصر السيف، قصر السيف، قصر السيف. للمشاركة قول سي أو كاف، قول سي أو كاف شنو؟ مسافة مسافة. لا تدودهني لا تدودهني. سي أو كاف مسافة، وبعدين قصر السيف قصدي أسف الإجابة، وبعدين ودز المسج. هذا هو، دزيت مسجات أكثر بتربح أكيد، كل ما زادت عدد مسجاتكم زيد فرصتكم بالربح بلاك بلاك البلاك بيري. طبعا عفوا هذه الطيارة. خلينا نشوف جوائز، الجوائز الكبرى اللي على سؤال اليوم. هنروح خلينا نشوف، تفضل داير. يلا خلينا نشوف طيار حمود. الله طرنا فيها هذه، طبعا مشاهدينا طرنا فيها انا وحمود زين، وكلنا مطبات هوائيه الله يهدي حمود، يعني تخلى انا اسوق لان انا طيار وعندي خبره، فما قال احب اجرب. اي جربنا، دخلنا ب 60,000 مطبه هوائيه. هذا الكامري، الكامري 2010 2010 مقدمه من تلفزيون الشاهد، طبعا لونها اسود مع ان اللون الاخضر حلو، الاسود قريب على القلب، ولكن ملكي الاسود. الجائزة الثالثة طقم الماس كراكية يلمع، الخاتم بالسوارة يلمع، بالسوارة يلمع، بالسوارة بالقلادة وجاهزة، ونشوفكم باكر. واللي ما ربح ويانا وما شارك ويانا أكيد باكر نتصل عليه، مو بس باكر وياكم ليه ما الله يعطينا عمر إن شاء الله ويعطيكم طول العمر، بس ها دزوا مسجات أكثر أكثر وأكثر بالربح أكثر. نشوفكم باكر ونقول لكم تقبل الله طاعتكم. ماشي قاعد تلعب بلاي ستيشن؟ لا لا مسجات اكثر ال1 لا لا مسجات اكثر. ايواي وزع قول يا سلام. مشاهدنا نتقي وياكم باكر وفي امان الله. في امان الله. السلام يعطيك العافيه. تفضل يلا تفضل.